تم التوقيع على بث مسلسل الهجرة إلى السعادة، وهو مسلسل صيني، وكان ذلك في حضور محطة نيجيشيا الإذاعية، وبالإضافة لبيت الحكمة للتبادل الثقافي الصيني. التوقيع كان أونلاين في حضور أيضا قناة النهار الجديد المصرية، وهو بادرة أمل أو بادرة يعني فتح باب للتعاون ما بين الصين والسودان في المجال الإعلامي. وطبعا يعني دي ما أول مرة يكون في تبادل، لكن احنا حاولنا أن نعيد هذا التعاون ما بين السودان والصين في هذا المجال. شرحنا لهم في الفكرة بتاعت شبكة راديو تلفزيون الشروق، وعرفناهم بالفكرة بتاعت الشبكة، وهي طبعا قناة الشروق 1 وشروق بلس 2، بالإضافة للتأسيس لقناة باللغة الإنجليزية ومركز التدريب ومجلة ثقافية ومركز للدراسات البحثية والاستراتيجية. وبفضل الله سبحانه وتعالى المشروع يعني مجموعة من أميز الإعلاميين السودانيين مشاركين في هذه الفكرة بتاعت تأسيس الشبكة، وذلك يعني لإعلام يخدم المواطن ويخدم البلد في المستقبل يعني.